السلام عليكم. أول شيء نهني فريق الرجاء على الأداء الطيب والعمل يعني اللي راهم قايمين به. نظن باللي من جانب قراءة اللعب سواء للفريقين، يعني احنا كفريق نظن باللي رانا واصلين اليوم الأكثر 60 دقيقة يعني في رجلين، وقادرين نلعب ونلعب مع فرق المحضرين من الجانب البدني. رانا في مرحلة التحضير، هذه ثاني مقابلة ودية على الأراضي المغربية. نظن باللي لعبنا ستون بارتي اللي جات تروتو بارابور على فورم فيزيك، مي ستان بون بارتي ان تري بون تيست بور نو. من الجانب التكتيكي طلبنا من اللاعبين انهم يكونوا حاضرين في الميدان، وخاصة يعني لو سيستيم. مالوروزمون ليكسبولسيون دي جوار de notre libéro qui a un petit peu faussé notre schéma tactique et on a encaissé sur penalty et malheureusement les 10 dernières minutes on a flanché sur le plan physique. شكرا. نعطوا الكلمه للاطار التقني محمد فخير، كذلك قراءه تقنيه على المباراه ديال اليوم. انتم كتفقوا فوز على فريق مولود الجزائر. اولا كنشكر مولود الجزائر اللي لبونا الرغبه ولعبوا معنا المقابله، لان كنحتاجين مقابلات كثيره باش تهيئ الفريق للسنه اللي جايه ان شاء الله. كنظن ان الفريق خلق عده فرص تسجيل، قدامنا كان فريق منظم بشكل جيد، واللي كنت كنبغي هو ما يكونش هذاك الطرد، لان باش تلعب مقابله ما ضد 11، ولكن كيف ما كان الحال داخله في اللعب، لان ملي هضرنا مع الحكم قال لك لا خصني نطبق قانون. دونك اون غيمي باش يزيدوا اللعاب، واخا خرج سي ماتش اميكال، مي الحكم قال لك هنا اوني لا بوغ باش نطبقوا القانون. دونك بقات هكا. كيف ما كان الحال غدا ولا غدا المولوديه ديال الجي غادي يلعبوا ب 10، سي اون اكسبيريونس. غدا يمكن حنا نلعبوا ب 11 ضد 10، تخوفي لي سوليسيون، اولا حنا اللي نكونوا لاعبين بازو. دونك صافي بارتي دو جو بوغ لا ريورغانيزاسيون تاكتيك ديال اللعابه. ولكن كيف ما كان الحال كنظن ان المقابله كانت جميله، خلقنا عده فرص تسجيل ما استطعناش نسجلهم كوني، ولكن ليفيكاسيتي كانت بواحد 50 ولا 60%، سي ديجا بو مول. جماعة الصحفي الاسئله تاعكم. السي فخير، كان رغم الانتدابات ديال اربعه لاعبين وداك الشيء، فان كنشوفوا الخط الامامي باقي نفس المشكل الخاص اللي كان ديال ذاك العام، وهو يهدر الفرص السانحه للتسجيل. وكنظن فرص سماح للتسجيل كاينين في العالم كله، كنشوفوا جميع، ما كاينش مقابله فايله. الا كانوا كاع جميع الفرص اللي كيجيو يتسجلوا غنوليو نتفرجوا في دي ماتش ديال الهاندبول 6-4 7-5 8-9 ايتترا. دونك ولا بدا هذاك اللي كيخلي ذاك لو شارم وكيعطي قيمه اكثر لهذاك الهدف اللي كيكون بوتيت يتيم، مي عطاك لي 3 بون، عطاك ان شامبيون، ولا عطاك ان كوب، مي توجور ايتيل كو يفو ماركي ان بوت اكثر من لادفيرسير اي فنو بون كيسي. Je suis content pour l'aide défensive, mais j'ai dit la ligne défensive, mais c'est de tous les de toute l'équipe, parce que les Américains ont droit à l'aide défensive, ont droit à la chasse de défense, mais l'organisation tactique fait des phases défensives et des phases offensives. Au coup, j'ai reçu cher, mais il me connaît être l'ab, mais les coups, on a le courage de l'ab 11, ou mais les dégâts le courage de l'ab 7. انت معرض اكثر للانهزام، لان غات ديفون تو ديفون توجور 6 7 تي نو با فير 90 مينوت 7. دونك توت ليكيب اي كونسيرني بار لا ريكوبيراسيون دي بالون، دونك كتسهل الماموريه شيئا ما مع الدفاع. حسن، سؤال المدرب المساعد للمولوديه. السؤال هو في جوج ماتشات تقبل الشباك ديالكم 5 الاهداف ما سجلتوش، كيفاش كتشوف هاد البدايه ديال التحضيرات؟ واش كاين مخاوف من الهجوم؟ جربتوا مهاجمين وما افارقه وما ما عجبوكمش، فين كاين الخلل في المولوديه؟ حسب راه في مرحله تحضيريه، وين اللاعبين ربما يعني بعد نهاية البطولة كان فيه راحة كبيرة أكثر من 6 أسابيع، والعودة للتدريب راهي في حجم كبير في العمل، لهذا ما رناش مقلقين من هذا الجانب.
نظن بلي اللاعبين هادو برزوا في البطوله السنه الماضيه، وكانوا من بين احسن الهدافين في البطوله الوطنيه، سواء جاليد او سواء بوغاش. عندنا في اللاعبين يعني اللي قادرين يخلقوا فرق كبير في اي دفاع، ولكن اليوم المشكل تاعنا هو من الجانب البدني، وخاصه لا ترانسميسيون دي بالون اونتر لا ديفونس و لو ميليو تيرا بور بوفوار كريي ان موفمون داتاك. اوني او كورون اي اوني با اوني يعني كونسيون دو سكي سباس اي سكوندا كوم مويان بور لو مومون. ما نتقلقوش، رانا في مرحله تحضير، ان شاء الله كل شيء يجي بهدوء. الوغ سي فخير، اكيد ان الصوره اللي ظهر بها الفريق الرجاء التقنيه والفنيه كانت صوره جميله جدا، لكن كاين هناك بعض الملاحظات التكتيكيه فيما يخص الشوط الاول. كانت اغلب الهجومات من الجهه اليمنى. شكون اذا الملاحظه التكتيكيه؟ درنا عمليه حسابيه، حسبنا الهجومات كامله من الجهه اليمنى للجهه اليسرى، لقينا بان الغالبيه الهجمات كانت من الجهه اليمنى. كنظن لا نكمل السؤال. عرفتوا في جميع الحالات ان دائما كتكون فريق بعض الخطرات كتميل الكره اكثر لواحد الجانب، لان كيكون اكثر كومبليمونتاريتي اونتر لي جوور اي دي جوور انفلوون اللي كيانفلونسيو سور لو جو. دونك غالبا اغلبيه الوقت كتكون علي من تما، خلات اننا تعذر عنا ننتجوا اهداف من بعد، لان كنا اغلبيه الكرات كيمشيو من اليمن، فما كانش ان بو ديكيليبر ما بين اليسار واليمن. في الشوط الثاني داركنا الموقف، ومن تما ولات عنده صعوبه اكثر الفريق ديال المولوديه دالجي باش يركز على واحد الجهه، ولينا كنلعبوا في لي دو كوتي، دونك كان بوكو بلوس ديسباس لي جوور، خلقنا عده فرص تسجيل. اخر سؤال، واستطحت التشكيله النهائيه الفريق الرجاء البيضاوي من بعد هذه المباريات، او لا هناك مزيد من الوقت يحتاج السي فخير؟ هذا السؤال تحطوا لي في لا 30 جورني ديال الشامبيونون، نقول لك انا ما عنديش واش توضحت الفريق ولا ما فريق. اللاعبين كلهم اللي في المجموعه كلهم اي وقت يقدروا يلعبوا، دونك ما كاينش اللي تيتولير ابارونتير او اللي عنده سارود ديال شي بوست. تو لي جوور لا كونكورونس كاينه هنا، لا كونكورونس اي لويال اي كوريكت اي جو بونس كو كنظن ان اللاعبين واعيين بهذا الشيء، ان كاينه واحد التنافسيه، واللي كان كيعطي الاكثر واللي بلوز اون فورم مرحبا. ميرسي. سؤال مساعد مدرب الجزائري. مجموعه من الفرق الجزائريه اختارت المغرب باش تستعد للبطوله، واش وجود بنيه تحتيه، واش وجود فرق من المستوى الجيد او القرب من كمية الجزائر؟ هذه أول شيء. ثاني شيء أننا يعني الفرق المغربية عندها إمكانيات ما شاء الله من جانب التدريب أو من جانب السونتر أو من جانب الأشياء، متوفرة كل الأشياء، حاسين نفوسنا في بلادنا. عندكم فرق اللي يحضروا ما شاء الله، وعندكم لاعبين يلعبوا كرة ما شاء جميلة، يعني كيتحضر مع فرق مغربية نفس لو ميم ستيل دو جو في الجزائر. تروح تحضر في بولونيا ولا تروح تحضر في المانيا، وربما تلعب مع فرق اللي يلعبوا كره اخرى، وتدخل الجزائر تبحر في المقابلات الاولى. نظن هذه استراتيجيه، انك تجي تلعب مع فرق اللي عندهم نفس البطوله ونفس اللعب ونفس الاستراتيجيه كالمتك الكره الجزائريه، لعب صغير تكنيكمو حاضرين، خاصه فرق مثل هذه. الله يوفقك. محمد، غير بوغ فينيغ لا نوفيل ركري كوندا، tout le monde attendait son évolution. Est-ce que tu es satisfait de son rendement? Il n'a pas beaucoup touché de ballon. Première question. Deuxième question. Là, justement, à propos de Koundé, est-ce que le problème de son transfert a été réglé sur le plan administratif? Je pense que sur le plan administratif, je reste beaucoup plus sur le côté technique. Mais quand on c'est le d'abord مقابلة ديالو قدام جمهور عريض، c'est pour ça que خلينا حتى la deuxième mi-temps باش تكونوا beaucoup plus d'espace كاينين. غادي يشوف ديجا ليكيب ويشوف يتأقلم مع الأمبيونس ديال التيران، ومن بعد تعطيه واحد 45 مينوت. إلى بوكو كاليتي تكنيك اللي تري رابيد، دونك خصو واحد الفتره. اي سو بو كو اليوم كان بوتيتري فلومبي،
mais le rendement ديالو شفنا dans les entraînements il a de très bonne qualité donc غادي يقول الكلمه ديالو غادي يكون في المستوى المطلوب mais c'est toujours 45 minutes الاولى c'est très facile c'est pas facile de s'adapter du jour au lendemain مع les schémas tactiques اللي كنطلبوا منه peut-être كان كيلعب هو في d'autres schémas d'autres terrains ambiance اخرى دابا il s'adapte تدريجيا et donc je pense que تدريجيا il va venir la forme ديالو ان شاء الله Je pense que sur le plan physique, on est bien, on est présent, on répond présent, de l'Aftera à l'Avalof, le Moukabela Dina Koulom. Sur le plan tactique, comme il y a de nouveaux venus, ça va tuer des lourds, parce que je ne sais jamais. Mais on est dans une phase ascendante, Radim Zian, les matchs que l'Abom, Bishkel Jiyed, Adati Koulom Zian, qui n'est pas d'Adaf, ou la SIM, même les Labouf complexe. ما في التيران فحال التيران ديالنا سون بوبليك واسمو كيكون ماتش جو نسي با انا كتقول فحال شي طاجين مسوس ولا شي حاجه مي با دو بوبليك ما اسمو وغنعتذر للجمهور اللي ما كيحضرش شي في التيران دراجة باسكو بالنسبه للامن والناس ما كاين اللي تفهم هادشي كاين اللي ما تفهم بالنسبه للامن حنا الملعب ديالنا في ديك لا بيتي تريبون كتهز 500 من بعد المقابله ديال نيس غادي يجيك واحد 8000 هكا اللي قالوا لنا الامن قال لك غتجي 8000 ولا 10000 في التيران اسكو اون بو با On ne peut pas, la sécurité des NES, on ne peut pas. Donc, vous jouez à huis clos. Sinon, il y a des 6000 ou 7000, vous tirez 500. C'est impossible. غتوقع شي حاجه اللي اسمو دونك نعتذروا للجمهور على هادي لان بالتنسيق مع الناس ديال الامن قال لك اون بو با اون بو با جيغي 8000 سبيكتاتور فانت ان بوتي تيران كاينين دي ماتش اللي غنديرهم بحال الاربعاء ان شاء الله مع شلف هنا مرحبا مي او نيفو ديال 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 اسمو بيسكو كيهز واحد 400 ولا 500 مسموح للصحافه انها تحضر ولكن الجمهور سي تري ديفيسيل باش يستوعب كاع الجماهير اللي غادي الجو ما تبداش تحبسهم انت تدخل انت ما تدخلش دونك خذ مع المكتب تقرر مع الامن هادشي اللي وصلني اننا سي امبوسيبل دافوار البوبليك دونك كاين دي ماتش اللي غتلعبوهم في تيران دراجة وكاين دي ماتش اللي طلبنا من الى ساعدنا السي عبد الحق مندوزه بور لو تيران نهار السبت ضد القنيطره parce qu'on joue le mercredi on joue le samedi le 3 donc il est ساعدنا سي عبد الحق اللي بغى يعطينا التيران سو سخي ميو غادي يكون التيران محلول وغادي يستوعب الجمهور ديال الرجاء الى ما تعذر علينا غنضطروا نلعبوا عاوتاني في تيران الرجاء سي لو ميم بروبليم كي سوبوز السلام عليكم واحد السؤال للمدرب مسعيد مدرب احتليتو الصف الخامس في البطوله الجزائريه كنعرفوا ان واحد الوقت كنتو دوزيامين يمكن ما لعبتوش مع الحراش بور دي ريزون جو سي با واش لي سوبورتير خلاكم ما تمشيوش اشني الاهداف ديالكم الموسم القادم خصوصا انك غادي تلعبوا كاس العربيه ممكن انا للانديه وسؤال محمد فاخر واش مازال ما خداش الوقت باش يبريباري اللائحه ديال اللاعبين المحتملين اللي غادي يمشيو يعني رغم ان كتقول دائما الا كاين شي لاعب مزيان علاش ما يجيش ولكن واش عندك شي فكره على اللائحه اللي ممكن انها تمشي للاعبين اللي يقدروا يغادروا الفريق كنظن ان اللائحه باردون شويه جاوب هذاك نظن باللي بعد نهايه البطوله الحمد لله كاين رد على كل سرى حتى وضيع يعني المرتبه الثانيه بما انه ما لعبش ضد فريق الحراش ولكن الحمد لله كل شيء دخل يعني في في في, في محله سواء من جانب مسيرين وحيد خاصة يعني الإمكانيات اللي حاطتهم الشركة الكبرى سوناطراك للفريق ويعني جابوا مدرب اللي يعرف الكرة الجزائرية وفاز من الأول ببطولة حتى عند وصوله للبطولة الجزائرية كان فريق سطيف في مرحلة البطولة في الوقت يعني في الجولة الخامسة كان من بين الأواخر وتحصل على الدوبلي نظن مدرب يعرف عمله ما نتقلقوش عندنا مجموعة أننا نحوسوا على لاعب اللي يقدر يدن الفرق إن شاء الله في ويعاون يجبد الفريق للأمام وإن شاء الله نصيبه في هذه الأيام ولا
لوبزوبجيكتيف تاعنا سي لعب الادوار الاولى سواء في البطوله الجزائريه او في البطوله العربيه. Je pense que la liste des 28 nous l'avons le حق يعطينا باش يكون عندنا لكن لاعبين ان شامبيونز ليغ ولا اسموك يعطينا الحق اننا يكون عندنا 28 لاعب حنا عندنا لحد الساعه 28 لاعب ديالنا في لا ليست. Je pense que la liste est déjà pleine كتبقى من هنا لو ديلي اخر ديلي pour recruter ou là pour transférer un joueur مازال عندنا لو ديلي. الا كانت تجي من عند اللاعب انه كيشوف ان الحظوظ ديالو ما ضئيله باش يلعب وهو اللي طلب انه ينتقل حاجه اخرى ديك الساعه تبقى المكتب والطاقم التقني باش ياخذوا القرار. مي نو زافون 28 جور ونا كاردي بريسك تو الجروب ديال السنه اللي مضات رغم ان جميع الجرائد جميع المنابر شفتوا الرجاء كلها اللي صيفطوا خمسه هنا الغد كنشري جورنال كنلقى اربعه باش ولا تجي. يعني قلت هذا العام واقيلا غنبقى عندي غنكون عاطل لان ما نلقاش باب ندرب فينالمون ما كاين حتى واحد هذاك الشيء اللي تكتب كله مسموع. اللي بغى الخبر انا بابي مفتوح فوزافي موني تليفون اللي بغى الخبر على الرجاء التليفون عندكم كون فو فولي مرحبا بكم نيكريفي با نيمبور خذ من المصدر انا ما غنكذبش عليك الا كحله غنقول لك كحله لا صفره غنقول لك صفره ما عندي ما نخبي ما كندير سياسه ما والو كلشي باين اللعابه اللي كيدخلوا اللي كيخرجوا سي با اون فاكتور تحيد لها فيركول وتخبى في تيروار لو فوتبول كيشوفوا كلشي دونك اون غير انا كاشي اللي بغى شي انفورماسيون تكون في نطاق المعقول اوني لا انا كندوي لك سكي تكنيك ما تجينيش واش الفلوس واش جابوا هذا واش خلصوا هذا ولا ما داروش هذه سي با مون بروبليم مي سور لو بلون تكنيك مرحبا بكم كون فو فولي. وبغيت واحد الحاجه سي اون سورغانيز سي اون بارل دو بروفيسيوناليزم سي اون بو سورغانيزي سو سري ميو. حنا عندنا لا بروميير سيونس دو شاك ابري شاك ماتش مرحبا بكم فو فوني اون اور افون اللي بغيتو في اللعابه بغيتو ستاف تكنيك بغيتو اسمو مرحبا بكم. اي بالنسبه للتيران لي ماتش سي توجور لا ميم شونسون يلا كيصفر الاربيت كيدخلوا 10 12 واحد كل واحد باسمو باغي اسكي ان بوان دو بريس نحترمو حنا غنمشي 5 مينوت للفيستير لو طون دو كالمي الدنيا ونجيو عندكم مرحبا بكم. مي لا مواتي كلشي كيشد تما لا اسمو اسكو سي فو زورغانيزي سو ميو. لا مباشر مرحبا لان كيكونوا مدوزين سورتو لا تيليفزيون ولا لا مي لا راديو شحال عندنا من راديو في المغرب؟ لا شحال عندنا من راديو في المغرب؟ ستة سبعة ما جوج لا كاين بزاف 16 عطي جوج دقائق لواحد 32 مينوت غادي يبقاو الناس يتسناو نو اللي بغى اسمو يجي لهنا مرحبا به. مي انا عارف بور 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 كون بيس اتر اسمو الا كديتو نتوما مو جو فو دوموند نتوما سي فوتر كور ديال لي ميديا اتفقوا بعضياتكم ولا دوزوا دي ميساج سونسيبيليزيو وتسهل علينا حنا العيب والعار ما جيناش سواء خاسرين سواء رابحين انا ديما كتلقاوني بريزون عيطوا جو لي كاينه كاينه لي ما كاينش ما كاين. السؤال الاخير السؤال الاخير السؤال الاخير ايوا سي فخر هنيئا بالفوز. اولا السؤال ديالي هو الفريق الامل اللي فاز بالبطوله السنه الماضيه الاعتماد على عدم اعتماد على اللاعبين. لا دابا الله يرضي عليك باش نبقاوش نبقاو حنا عطينا نهضروا هنا كتبقى دائما في مقابله الا كان تيجي شباب خارج لا علاش ما تمش اشراك مجموعه لاعبين الشباب داخل المباراه؟ لا لا يرضيك حنا دابا في المقابله هذا البوان دو بريس اللي في بور لو ماتش الا كان شي حاجه كتجي والاثنين ولا اون اورغانيز اون ريونيون ولا شي حاجه ولا ان بوان بيني وبينك ونمشيو نروحو نذكرو على شي مي لا الي خاص بالماتش اون بارل دو ماتش خارج الماتش مرحبا بكم كون فو فولي.